يكون ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ الفيديو ده ان شاء الله ريكورد الشرح assignment psychology اللي نزل، واللي المفروض ان هو هيتسلم في اخر الاسبوع السابع من الموديول ده. اول حاجة هنعملها ان شاء الله ان هنبص على الكلام اللي مكتوب في assignment ذات نفسه، وبعدين هنخش على الجورنال اللي احنا المفروض هنجيب منها البيبرز اللي احنا هنشتغل عليها، وان شاء الله يعني الموضوع يكون سهل. ولو الفيديو مطولش ممكن ابعت كمان فيديو قصير زي مثال او تطبيق وانا بعمل الاسايمنت بتاعي. اوكي، بسم الله. يعني طيب، هو احنا اوريدي غالبا اتقسمنا كلنا على جروبات، كل جروب 15 زي ما المفروض يحصل، وهنختار ريسيرش ارتكل من مجلة اسمها Journal of Psychosomatic Medicine. اهي الجورنال اوف سايكوسوماتيك ميديسن، دي هي اللي المفروض ان احنا نطلع منها الارتكلز بتاعتنا ونعمل لها كريتيكال ابريزل. يعني ايه كريتيكال ابريزل؟ كريتيكال ابريزل هو زي عملية نقد للعلم المنشور، وبيبقى ليه زي حاجات بتضبطه. كان في بوست الهمسة في كامبين الاي بي ام على الكريتيكال ابريزل، ممكن ابعتهولكم ان شاء الله مع الفيديو. هو اوريدي مبعوت على تشانل فور ستادي، ممكن ابعتهولكم كمان مع الفيديو ده. كشرح يعني سريع لمعنى كلمة كريتيكال ابريزل اللي هي الحاجة اللي احنا هنعملها. طبعا الكريتيكال ابريزل اللي احنا هنعمله مش معقد قوي ولا حاجة، يعني الموضوع بسيط ان شاء الله وسهل. ولكن يعني يمكن عشان المصطلح جديد على بعض الناس فحاسين الدنيا لابخة معاهم شوية. طيب، حاجة كده أولانية، احنا عرفنا خلاص هنجيب المحتوى بتاعنا منين. حاجة مهمة جدا ان ما ينفعش في نوعين من البيبرز ما ينفعش اختارهم، او لو مثلا يعني في ناس جابت الارتكلز من مواقع تانية غير الموقع المطلوب، في ناس دخلت دورت على جوجل سكولر بس كده فطلع لها حاجات غير اللي هم عايزينها وهكذا. حاجتين ما ينفعش ناخدهم في الاسايمنت ده هم الريفيو والكيس ريبورت او الكيس سيريس. ليه؟ لان الاثنين دول مش بالشرط ان هم يتبعوا نفس الحاجات اللي احنا ماشيين عليها. في العموم اي ريسيرش بيبر بتكون بتتكون من حاجات اساسيه اسمها امراض، تمام؟ امراض، انترودكشن، ميثودز، ريزلتس اند دسكشن، تمام؟ الكيس ريبورت والكيس سيريس وكمان الليتريتشر ريفيو ما بيتبعوش التمبلت ده، وهما يعني كل واحد فيهم له حاجه مختلفه، تمام؟ فناخد بالنا ان احنا ما ناخدش حاجه مكتوب عليها ريفيو او او كيس ريبورت او كيس سيريس، ناريتيف ريفيو، ليتريتشر ريفيو، ميتا اناليسيس، سيستماتيك ريفيو. كل الحاجات دي مش هناخدها لان هي مش بتتبع الحاجة اللي احنا محتاجينها، وهنلاقي فيها عناصر ناقصة وعناصر زائدة، تمام؟ طيب، ايه الايتيمز اللي احنا هنعمل لها كريتيكال ابريزل؟ اول حاجة عندي الابستراكت. الابستراكت لازم يكون بريف وorganized، تمام؟ يعني احنا هنا مش بنعمل كريتيكال ابريزل بمعنى ان احنا بنسأل اسئلة الكريتيكال ابريزل وعلى اساسها بنجاوب، لا، احنا بندي ريتنج بناء على الأسئلة اللي موجودة اوريدي في الجدول، تمام؟ الريتنج بتاعنا من 0 لـ3، يعني 3 above the standard او حاجة عالية جدا كافية ووافية وبزيادة. 2 حاجة ايوه هو ده المطلوب والدنيا ماشية تمام. 1 اقل من يعني اقل من اللي انا كنت متوقعه بس acceptable، و0 rejected. طبعا يعني ما نقدرش نقول ان مفيش طالب هيعمل rejected، ولكن البيبرز علشان يتعمل لها publication اساسا بتعدي على كمية editors وreviewers كتيرة جدا عشان يتأكدوا ان مفيش فيها غلطة، فعشان تتنشر على اكمل وجه. فصعب يعني ان انت كستودنت تعمل reject لحاجة منشورة. يعني حاجة كمان
يا ريت ناخد في حسابنا ان احنا ما ناخدش اي حاجة اقدم من 5 سنين. ليه؟ علشان هتيجي تسأل نفسك، يعني احد اهم قواعد الكريتيكال ابريزل انك بتسأل هل الكلام ده اساسا up to date ولا لا. تمام، فناخد بالنا برضو من النقطة دي. اوكي، الايتمز اللي هنعمل لها كريتيكال ابريزل بقى هي ايه؟ اول حاجة الابستراكت. الابستراكت يا شباب لازم يكون مختصر ولازم يكون اورجانيز. هتلاحظوا ان في نوعين من الابستراكت. تمام، الابستراكت اللي بيكون اورجانيز بيبقى متقسم ل تايتل وباقي سوري، التايتل اساسا اوريدي موجود، متقسم لانترودكشن وميثودز وديسكشن وريزلتس وكونكلوجن وكيوردز. تمام، طيب الابستراكت اللي مش اورجانيز بيكون موجود فيه كل الحاجات دي برضو، بس الحاجات دي كلها مضمومه على بعضها، مش قادر افرقهم من بعض، او انا اللي بطلع كل حته او بفهم كل حته في السياق بتاعها، فده طبعا مش اورجانيزيشن. تمام، طيب فهو مثلا يعني احنا بقى هنيجي نطبق الكلام ده على الجدول اللي عندنا بعد شويه ان شاء الله. التايتل لازم يكون بريف واكسبريسيف وفيج. في حاجه لازم تعرفوها يا شباب، ان التايتل بتاع الاستدي او الريسيرش كويستشن اللي انا بساله بيبقى متضمن كده كام حاجة أساسية لازم يكونوا موجودين في أي تايتل أنا شغال عليه. تمام، الحاجات دي بنلخصها في كلمة بايكوس. تمام، البي البوبوليشن أو مجموعة الناس اللي أنا اشتغلت عليهم. الاي الانترفنشن، هل أنا عملت انترفنشن على الناس دي ولا لا، يعني هل أنا تدخلت في الدراسة بشكل ما علشان أطلع نتيجة معينة أو عشان أقيس نتيجة معينة. السي الكمباريزن، هل انا بقارن ما بين الحاجه اللي انا بعملها دي والحاجه اللي شخص تاني عملها او الحاجه اللي موجوده اوريدي كستاندرد اوف كير في المجتمع. والاو الاوتكم او النتيجه اللي انا طلعت بيها. والاس، ودي تعتبر مهمه جدا جدا، اللي هي الاستدي ديزاين، يعني مثلا ممكن يديني تايتل عادي جدا وفي الاخر كده نقطتين ويقول لي مثلا كروس سيكشنال ستدي، كوهورت ستدي، كيس كنترول ستدي، randomized control trial. تمام، دي كلها ايه؟ study designs. والstudy designs بتبقى زي frames كده بيتحط فيها الstudy، او بتقدر تقول لي حاجات كتيرة جدا جدا عن شكل الدراسة وطريقة سريانها من قبل ما اقرأ اي حاجة بمجرد فهمي للstudy design. تمام، طيب فالtitle لازم يكون brief واكسبريسيف of aim، ولازم يكون طيب طبعا clinically relevant. يعني ايه الريليفانس بتاع الاستادي؟ برضو بيكون الى حد ما يعني معتمد على احداثتها. يعني ايه؟ يعني التايتل لازم يكون اكسبريسيف، وايه طبعا لازم يكون موضح انا بعمل الاستادي دي ليه، او انا المفروض افهم من الاستادي دي ايه. والايم بقى لازم يكون هو كمان ايه؟ كلينيكالي ريليفانت. يعني ايه؟ يعني ان هو إيه؟ حاجه ريليفانت ليا كلينيكالي، حاجه اقدر استخدمها ومش بعيده عني كتطبيق او يعني او كفائده. تمام، الانترودكشن بيبقى هدفها ان انا بجمع لك كده او بخش بسكوب واسع جدا 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 بيتكلم عن الموضوع بشكل عام، وبعدين كل ما اقرب اكتر بفهمك اكتر عن الدراسه بتاعتي او عن مجال شغلي لحد ما اوصل لاخر سطر في الانترودكشن اللي هو الجاب اوف ساينس. لازم في اخر سطر في الانترودكشن اكون فاهم انا ليه عملت الاستادي دي، لان انا بعدها على طول هخش في ميثودز وفي ريزلتس ومش عارف ايه، فما ينفعش اكمل وانا مش فاهم اساسا احنا بنعمل الاستادي دي ليه، واحنا بنعمل الميثودز دي كلها ليه، وهكذا. تمام، فالسؤال اللي انا بساله is it comprehensive and clear، يعني بتغطي كل النقط المهمه بشأن الموضوع العام، ان انا لو شخص ما عنديش خبره سابقه في المجال ده اقدر برضو افهم الكلام ده واقدر برضو افهم الهدف من الاستادي دي ولا لا. تمام، السامبلينج ميثودز، احنا بنختار الناس او العينه بتاعتنا على اساس ايه؟ طيب طبعا طبعا لازم، يعني is it mentioned، يعني بنسبة 99% ما كانش في 100% لازم يقول لك هو عمل سامبلينج ازاي، لان من احد اهم الحاجات في الريسيرش ان الريسيرش بتاعي يكون قابل للاعادة، فانا ازاي مش هقول لك انا اخترت البوبوليشن بتاعتي ازاي. تمام، حاجة مهمة برضو ان احنا ناخد بالنا منها، يعني ايه راندوم سامبلينج؟ راندوم سامبلينج دي حاجة بتزود الجنراليزابيليتي بتاعت الاستادي،
بمعنى يعني لو أنا اخترت الناس بشكل عشوائي ده بيزود عندي احتمالية إن أنا يكون عندي إيه؟ يكون عندي generalizability أو إن الدراسة بتاعتي تكون قابلة للتعليم على فئات كبيرة من المجتمع أو على مجتمعات كاملة. ده برضو بيأثر فيها على فكرة السامبل سايز أو حجم العينة، كل ما كان أكبر كل ما كانت الجنراليزابيلتي أحسن. فببساطة يعني الراندوم سامبلينج هو إن أنا مثلا جبت مجموعة من الناس بيتفقوا مع الانكلوجن كريتيريا أو العوامل اللي تخليني أوافق إن هم يدخلوا في البحث بتاعي، ومثلا قسمتهم لاتنين جروبس بشكل عشوائي، أنا مش عارف مين اللي دخل في أنهي جروب ومين اللي يعني ايه ما دخل ما يعني ايه يعني قسمتهم ما اخترتش حد. هو مثلا في طريقه مثلا اسمها الاستراتيفايد لو انا فاكره بشكل صحيح، ان انا مثلا اول من 1 لـ10 هيخش جروب A، من 10 لـ20 هيخش جروب B وهكذا. فايه ده مثلا طريقه من طرق السامبلينج. يعني السامبلينج شرحه يطول، ولكن هو ببساطه بيزود الجنراليزابيلتي بتاعه تمام. واعذروني برضو لو كان المثال. السامبل سايز هو النمبر اوف بيبل سيلكتد تو كونداكت ذا ريسيرش اون. طبعا كل ما كان السامبل سايز اكبر كان احسن. طيب الريسيرشر بيختار السامبل سايز بتاعه بناء على ايه؟ فهو طبعا بيسالك هنا is it mentioned how sample size was calculated، يعني هو حدد الرقم ده بناء على ايه. طيب هل الرقم اللي هو اختاره ده بيحسن من قوه الاستدي؟ فدي طبعا أسئلة كل ما كانت إجابتها كل ما كان الريت أو التقييم بتاعي للجزئية دي أحسن. طيب بالنسبة للفاليديتي والريلايابيليتي، دول أنا كنت منزلة لهم زي صور كده بتوضح الفرق بينهم ببساطة، هنقولهم تاني دلوقتي. الفاليديتي إن الحاجة تقيس الشيء اللي هو المفروض يقيسه، يعني الفاليديتي مثلا الترمومتر ان هو يكون بيقيس درجه الحراره، ما ينفعش اقول لك خد ده ترمومتر وتلاقيه ما بيقيسش درجه الحراره يبقى ده كده مش valid. تمام يبقى ايه؟ يبقى ان الفاليديتي ان التولز اللي يوز تو ميجر سايكولوجيكال سيمتومز ميجر تو وات اكستنت ذا تول كان ديتكت ذا سيمتوم اتس سبوست تو ديتكت، يعني الى اي مدى الاداه اللي انا استخدمتها دي قادره تحدد او تشوف الحاجه اللي انا المفروض بستخدمها عشان تحدد. انما الريلايابيليتي هل الاداه دي بتطلع لي نتائج صح ولا لا، يعني وهل الاداه دي تقدر تعمل لي ذا سيم فاليوز وان ريتستينج اوكيورز، يعني لو انا مثلا حاجه معينه المفروض تطلع رقم معين او قيمه معينه انا قست بالاداه دي وطلعت ان هي ايه فاليد، اداه فاليد يعني المفروض ان هي بتقيس الحاجه اللي انا هستخدمها عشانها. كون ان الاداه بقى تطلع ريلايبل ان الحاجه دي بقيمه معينه فهي كل مره هتطلع لي نفس القيمه، لما اعمل ريتستنج ان هي تطلع لي نفس القيمه اللي ايه اللي المفروض تطلع. تمام يبقى تو وات اكستنت ذا تول، لو يعني ايه ان هي ريلايبل ان هي تكون قابله للاعتماد عليها ان هي تطلع لي نتائج صحيحه. تمام طيب إيه ننزل على الريزلتس. سوري طيب الريزلتس هي الجزئيه من الدراسه اللي الباحث بيحط لك فيها الخلاصه بتاعه النتائج بتاعته في صوره رسومات وفيجرز ودايجرامز وكده، علشان ايه؟ بحيث ان انا اقدر من نظره واحده أكون فاهم البيبر دي، أو إن هو يلخص لي كم كبير من المعلومات في حتة صغيرة. يعني مثلا لو هو عمل الدراسة على 13,000 نفر مش هيجيب لي السبريد شيت اللي فيها 13,000 نفر ويقول لي والله بقى خش أنت اتفرج وشوف النتائج بتاعتكم عاملة إزاي وكده، لأ هو بيعمل لهم statistical analysis. تمام؟ وبعد ما يعمل الاناليسس يطلع لي صوره الاناليسس ده مثلا في صوره ايه جدول او في صوره منحنى وهكذا، فيقدر يفهمني النتائج بتاعت عدد كبير جدا في حاجه بسيطه جدا اقدر القطها في ثانيه. تمام وطبعا كل ما كان في تيبلز وفيجرز الستريتيف كان الموضوع احسن واسهل لفهم نتائج الدراسه وايه ويساعدني ان انا اكون ايه يعني زي لامم الموضوع كده بسرعه. تمام
البي فاليو يا جماعة ببساطة، أنا برضو كنت يعني مش عارفة أنا بعت لها حاجة ولا لأ، ولكن ببساطة البي فاليو بتعبر عن الستاتيستيكال سيجنيفيكانس. ببساطة يا جماعة أنا لما بخش في ريسيرش بقول هل الحاجة اللي أنا بعملها دي بتريجكت ذا نال هايبوثيسس ولا لأ. يعني إيه نال هايبوثيسس؟ النال هايبوثيسس بتقول يعني ان يعني انا مثلا داخل بدواء جديد، انا مش بخش عشان اقول الدواء الجديد ده احسن من الدواء القديم، لا انا بخش عشان اقول الدواء الجديد ده مش زي الدواء القديم. تمام، النال هايبوثيسس معناها ان مفيش فرق ما بين اللي انت عملته ده وما بين اللي موجود في الطبيعي، او ان اللي انت عملته ده ببساطه ملوش لازمه، يعني مفيش فرق من اللي انت عملته عن كانك ما عملتوش. لو انا قدرت اريجكت النال هايبوثيسس يبقى انا كده عندي statistical significance، او اللي انا عملته ده حاجه ليها significance او اهميه، وبالتالي البي فاليو بتاعتي بتكون اقل من 5 من 100%. تاني وبالراحه نطلع كده ايه يعني حاجه مفهومه عشان الناس ما تطوش. يعني عايزين حاجة أبسط. أهي مثلا الصورة دي ببساطة البي فاليو بتاعتي لو كانت أقل من 5 من 100% ده معناها ان هي بتريجكت النال هايبوثيسس، يبقى ان الحاجه اللي انا عملتها دي ليها سيجنيفيكانس او اهميه. طب البي فاليو بتاعتي بتساوي 5 من 100% يبقى انا برضو بريجكت النال هايبوثيسس، يبقى انا برضو اللي انا عملته ليه سيجنيفيكانس. البي فاليو اكبر من 5 من 100% يبقى انا بفيل تو ريجكت النال هايبوثيسس، يبقى مفيش سيجنيفيكانس. يعني لو قلت لك ان البي فاليو مثلا لدراسه معينه بتساوي 1 من 10، يبقى هل كده هو عمل ريجكشن للنال هايبوثيسس ولا لا؟ ما عملش. تمام، طيب يعني ده ببساطه يعني الدنيا بشكل عام. يعني طبعا انتوا مش مطلوب منكم التفاصيل دي كلها، هو بس بيقول لك is be value mentioned ولا لا، وانت هتلاقيها قدامك وهتلاقيها متفسرة قدامك. يعني مثلا هتلاقيه be value of كذا indicates مثلا high evidence او low evidence، high significance low significance. تمام، طيب ال results يعني النقطة العاشرة ال SPSS ده هتلاقيه غالبا مذكور في كل دراسة ان هو statistical computer program علشان يحسب لي الريزلتس دي. يعني الريزلتس اللي اتعمل لها statistical analysis دي محسوبة ازاي؟ طبعا بتحسب بكمبيوتر بروجرام و بس. يعني هو بس كل نقطة الكريتيكال ابريزل هنا هو يقول لك هو ذكر الكلمة دي ولا لا، او هو ايه اللي استخدمه علشان يحسب الريزلتس دي. يعني دي بسيطة. تمام، طيب الديسكشن. الديسكشن ده زي قلب الدراسه او اهم حاجه في الدراسه لشخص محب للموضوع ده او عايز يتعمق فيه، لان هو بيقول لك مكان الدراسه دي من الدراسات الثانيه المحيطه في نفس المجال، علشان انت ما تضطرش تروح تقرا كل الدراسات الثانيه وتفهم انت بقى بينك وبين نفسك موقع كل واحده من الثانيه. لا هو بيجي في الديسكشن بيقول لك انا طلعت كذا وفلان طلع كذا وعلان طلع كذا وانا متفق مع فلان عشان كذا ومختلف مع فلان عشان كذا وشايف ان الاختلاف في النتائج قد يكون بسبب كذا 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 وهكذا. تمام، فيقول لك are there studies of... وده شيء اساسي ان هو يقول لي عشان ولا لا. تمام، يعني مهم جدا ان هو يذكر الكلام ده في الديسكشن. اوكي، وكمان وهل هو بيوفر بقى زي تفسيرات للسيميلاريتيز والديفرنسز برغم الاختلافات في الريسيرش؟ يعني هو مثلا واحد تاني عمل
دراسة على كوكيجن ميل مثلا، وأنا عملت دراسة على بلاك فيميل، تمام؟ هل أنا عندي تفسيرات منطقية للاختلافات في النتائج ما بيني وما بينه، برغم الاختلافات الوضع أو السيتنج أو البيئة اللي كان بيحصل فيها الريسيرش بتاعي؟ طيب الكونكلوجن، بريف اند كونتيننج مين أوتكم، الخلاصة بقى، الخلاصة بتاعتي contains the main outcome of the article. ده سؤال بسيط جدا. الريكومنديشنز، الريكومنديشنز دي او الفيوتشر اسبيكتس، دي حته كده ايه اللي هو الريسيرشر مثلا بيقول لك اللي جاي بعد بقى يعمل ايه. فهو طبعا الريكومنديشنز هيقول لك هي موجوده من الاساس ولا لا. طيب لحظه يا جماعه، ممكن الريكومنديشنز والليميتيشنز والكلام ده والكونكلوجن ممكن ما يكونوش موجودين كعناوين، ممكن ما يكونوا موجودين تحت الدسكشن وانتم مش واخدين بالكم. يعني ممكن يكون في باراجراف يكون موجود فيه our limitations were، تمام؟ فما تقوليش ان هو ما عندوش، ما كتبش limitations، لا هو كتب بس انت ما خدتش بالك، تمام؟ طيب recommendations، we highly recommend that، يبقى دي recommendations، تمام؟ طيب are they mentioned، هل هو ذكرهم؟ are they practical doable، يعني هل هم حاجات عمليه ممكن وانا مهتم بالبيبر وبقراها ورايح بكره اطبق يعني اعمل ستادي جديد على نفس الموضوع، هل الريكومنديشنز بتاعته هتفيدني في الخطوه الجديده اللي انا رايح اعملها دي؟ هل هم قابلين للتنفيذ؟ وهل هم يعني زي مرتبطين بنتائج البحث؟ يعني انت مثلا ما تقوليش انا وجدت حاجه معينه وتروح تقولي بس اي ريكومند حاجه ثانيه خالص، يعني ما تلخبطنيش. انت قلت لي انا وجدت نتيجه معينه، فالمفروض انا وانا بقرا ايه اكون زي عندي فكره كده عن الريكومنديشنز، ان هو مثلا كان حابب يعمل كذا وما عرفش يعمله، فهو بيريكومند ان اللي بعده يعمل كذا. هو فتح باب لخطوه معينه جديده في العلم وايه، وما كملش فيها قوي علشان ده ما كانش المين تارجت بتاعه في الاستادي، فيجي يقول لي في الريكومنديشنز اعمل كذا كذا، تمام؟ الليميتيشنز، الليميتيشنز يا جماعه ببساطه هي حاجات الريسيرشر ما كانش له يد فيها، يعني زي ظروف ما هو ملوش يد فيها، او حاجات في يعني ايه، يعني مثلا ممكن نقول من الليميتيشنز ان انا كانت الاستادي بتاعتي كلها على ميلز مثلا، ده ليميتيشن ان هي مش انكلوسيف اوف فيميلز مثلا، تمام؟ فهل هو بيذكر الليميتيشنز دي ولا لا؟ وهل ده بيساهم للبحث؟ يعني ذكره للليميتيشنز بيفهمني اكتر عن البحث، لان خد بالك ولو ما ذكرش الليميتيشنز ممكن ببساطه جدا حد يطلع بعد ما هو يخلص البحث بتاعه وينشره ويقول له انت ما عملتش كذا وكذا 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 وتتحسب عليه. فالصح هو بيذكر الليميتيشنز من نفسه، يقول والله احنا مثلا ما كانش متوفر عندنا العينه الفلانيه، او كنا عايزين نعمل على 5-7 مستشفيات وما عرفناش نعمل على 5 وهكذا، تمام؟ طيب الريفرنسز، طيب الريفرنسز ببساطه هل هم مكتوبين بطريقه ساينتفك؟ طبعا لازم يكونوا مكتوبين بطريقه ساينتفك، يعني لو انت وانت بتقرا بيبر منشوره هي عدت على حاجات كتيره جدا، ولكن برضو نعتبر ان احنا مش عارفين حاجه زي دي، فطبعا الريفرنسز طبعا لازم يكون ليهم طريقه ريفرنسنج واحده. وطبعا are there any references missing، دي ممكن تكون صعبه علينا شويه، ولكن هنفترض انه لا، لان يعني ان هو لو ما عملش ريفرنسنج اصلا لحاجه معينه هو استخدمها، فدي برضو بتعمل له مشكله. دي ممكن تكون صعب علينا شويه ان احنا نعمل لها ديتكشن او ان احنا ناخد بالنا منها، ولكن مثلا هو لما بيكتب مثلا تكست معين ويحط فوقه سوبر تكست 1 أو 2 أو 3، المفروض ان انا لما بضغط على اي واحد منهم بيطلع لي اللينكات بتاعته. فمثلا لو انا في ريفرنس ميسنج من الحاجات دي تعتبر مشكله شويه، ان هو يعمل لي سوبر تكست وما يحطش الريفرنس اللي المفروض هو جاب الكلام ده منه، تمام؟ ده شرح بسيط، وهنا بقى الجدول اللي احنا هنطبق عليه ان شاء الله. ناخد بالنا ان احنا اي ريتنج احنا هنديه اهم حاجه يكون منطقي، وان احنا نشرحه ان احنا نشرح ليه عملنا، تمام؟ طيب ودلوقتي ان شاء الله هنفتح، يعني خدوا بالكم برضو ان انتوا لازم تعملوا اتاتشمنت للارتكل في الجدول ده، يعني هتحطوا اسم الارتكل هنا، وبعدين هتحطوا اللينك في الفايل ده، وكل واحد بقى يكتب الستودنت نيم والاي دي بتاعته والكومنت والاكسبلينيشن والريتنج بتاعه. خدوا بالكم ان الريتنج بالعربي والباقي كله بالانجليزي، فما تغلطوش مثلا غلطه ان انت يبقى قصدك الريتنج 3 وتحطها نصها، يعني مثلا يعني اوكي.
طيب احنا المفروض هنجيب الارتكلز بتاعتنا منين؟ من جورنال اوف سايكوسوماتيك ميديسين. طيب يلا كده ايه، نروح نشوف الجورنال دي فين، ونروح نشوف احنا هنفتح الجورنال دي ازاي. اوكي اهي هذا جورنال اوف سايكوسوماتيك ميديسين. اهي يا جماعه جورنال اوف سايكوسوماتيك ميديسين، تمام. الجورنال طبعا يا جماعة ليها زي ايه، زي اعداد او ايشوز يعني، تمام. فكل عدد طبعا يعني بيبقى فيه كذا مقالة، واحنا ايه بن ايه بن نافيجيت. طيب ده مثلا العدد الحالي للجورنال اوف سايكوسوماتيك ميديسين، يعني مش عارفة يعني مكتوبة هنا كده، لكن انا افترض ان هي مكتوبة يعني، لان الثانية بتاعت السيفير اسمها Journal of Psychosomatic Research، فممكن تتأكدوا من الموضوع ده، لكن I highly doubt ان هي دي يعني. هي دي ان شاء الله، بس يعني ايه برضو يعني تأكدوا من الدكتور، ولكن عشان ما كنتش بديكوا يعني حاجة غلط، لكن بفرض ان هي دي الجورنال، فانتوا بتفتحوا من هنا كده، بتقول ده الكرنت ايشو، ده العدد الحالي، والبريفيوس ايشوز العدد السابقة، والببلش اند اوف برنت، ده يعني غالبا مش هيكون في حاجات فيه، فمثلا ممكن نضغط البريفيوس ايشوز العدد السابقة، نختار ان احنا يكون عندنا نشوف الفري. طيب نرجع، ممكن نرجع شوية كده لحد ما نلاقي حاجة مثلا free access، لو ما لقيناش ممكن نخش على حاجة partial access ونختار منها حاجة free. اوكي واضح ان هم ما عندهمش حاجة free خالص، معرفش ليه. نرجع مثلا 2016، ما ينفعش نرجع اكتر من كده اصلا. اوكي ما عندهمش حاجات فيه، وطب نخش على اي جورنال منهم وايه وشوف ده مثلا جورنال اي تي بتاع مايو 2018، تمام. ده الارتكل سامريز، ده مش احنا مش عايزين، احنا عايزين ارتكل، عايزين نلاقي مثلا enhancing placebo effects in somatic symptoms through oxytocin، دي ارتكل مثلا ببلاش، فانا ممكن افتحها. catatonic stupor in schizophrenic disorders and subsequent medical complications and mortality open access، يعني عادي ان انا افتحه وانزله وبراحتي، تمام. هذا يعني هذا البيبر اهي زي ما تشوفين الابستراكت متقسم، والانترودكشن اهي، الماتيريال ميثودز، conclusions, statistical analysis, results، يعني تمام. اوكي بتعملوا داونلود للارتكل من هنا، وبعدين بقى بتشيروها عندكم في التيم، وكل واحد فيكم بيقرأ الجزئية بتاعته وبيقرأ الابستراكت عشان يكون فاهم الارتكل بشكل عام. اوكي بس كده يا شباب، يا رب تكون، يا رب يكون الريكورد افادكم. بالنسبة للسبميشن بتاع الاسايمنت، فانا معرفش عنه حاجة بصراحة، لو حد عارف ريت يفيدنا. بس كده شكرا، وربنا معاكم.